بارك الله عليكم خاسرين. ديال مصطفى اليوم غتوفاو. المهم اخ خصنا نبقاو متكيين بحال هكا ونديري حيت هذا قصير شفتو. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين في امان الله وحفظه واماركم كامله بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي، مرحبا بكم في القناه ديالي. الا كنت اول مره تشوفوني معكم هاجر ارسلان، كنتو ديجا شايفيني مازال ما متابعينيش، شنو كتسناو؟ نزلوا تابعوني وفعلوا شي جرس باش يوصلكم اي جديد. كما قررت انني نفلوغي، شنو غنفلوغي ما عرفتش بالضبط شنو غادي يكون هذا الفلوغ فيه. اصلا ما عمري بديت شي فيديو ولا عارفه شنو غدير فيه. حياه حلوه بس نفهمها. بقيت غنهاجر صافي يلا نمشيو نشوفوا شنو يطرى في هذا النهار، شنو غنديروا. يقدر يجي فيديو زوين، يقدر يجي فيديو حامض كما العاده. يلا 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 بركه هاجر المهضره بزاف ويلا نمشيو. كنت غنضيع. المهم هاي وصلنا دابا بلاصه فين غنلعبوا. سلام زكريا، كاين زكريا، كاين اسماعيل، وكاين ايوب، وكاين بوب. كيفاش كنقول لكم السلام عليكم؟ ايوب شحال هادي ما بان معايا. شوف شوف غبرتها غلاضة. اش من غلاضة هادي؟ اه نشوف. دابا انا بغيت نفلوغ اول مرة غنفلوغ. السلام عليكم. ما عمري فلوغي. السلام عليكم. شوف انتم شوف شوف الحياة ديال الناس اللي كيديروا يوتيوب. هادي حنان، حنان أول مرة غادي تبان. حنان مشهورة مشهورة. عندك حنان. هاي انا حنان صاحبت هاجر. المهم حنا دابا غادي ندخلوا، مازال ما كملتش الجروب ديالنا، مازال ما جاوش كاع الدراري. دابا نشوفوا الوقت وداكشي. دابا نستناو تجي الجروب الاخر باش نلبسو كامل مجموعين، نشوفو نلبسو باش ندخلو نلعبو كاملين مجموعين. هضروا حنا ثلاث ايام. حب تجالي هاد جافتي. شكون عطلهم؟ شوفوا ايوب باش يصاوب شعره. شوفوا كريم وفين، ها هو باش يصاوب شعره الساعه باش يصاوب شعره. شكون باقى؟ باقى فاتزي. فاتزي هاي كنتي انا اللي ما كنسلش على الحنان. دابا ملي جا الجروب عاد غادي ندخلوا باش غنخلصوا، وعاد من موراها غادي نمشي نبدلو حوايجنا باش ندخلو نلعبو. اللي غادي يسولوني على البخي وداك الشيء بشحال داير، 50 قرطاسة 100 درهم، يعني كل بيرسون يخلص 100 درهم. قولي يعني 100 درهم الواحد، كل واحد يخلص 100 درهم، والوقت إليميتي يعني الوقت ما محدودش، وتبقاو تلعبو تدعيو بغيتو تشارجي وتعاودو تشارجي. يلا بغيتو تشارجيو؟ بغيتو تشارجيو كسرح لهم كيفاش زعما كيفاش كيبغيو يعرفوا البخي وداك الشيء. حنا ما نشارجيوش ولكن نلعبو. ولكن 100 درهم الواحد في الاول باش تدخل. يلا المهم خلينا هما مازال منعقشين على شكون اللي غيصور، حيت كلشي باغي يصور وكلشي باغي يلعب. جينا انا ومريم كنكتشفوا صراحه انا البلاصه زويونه مخزنين بحال كيخلع، بحال هذوك اللي كيصوروا في افلام الخليع. دراري اجتماع اجتماع الدراري. حياتنا حياتنا كي دايره يا ربي، كنبغيو نديرو شي حاجه، كلشي باغي يصور كلشي باغي يسجل كلشي باغي يدير الفلوق ديالو، كل واحد شنو باغي يدير. حتى شي واحد ما عارف شنو غادي يدير في حياته. شوفوا راه هادشي راه ما وراء الكواليس. دابا نتوما كتشوفوا دوك الفلوقات مقادين مصاوبين، كلشي ضاحك كلشي ناشط، ولكن راه من في الظهر ديالو راه كيكون بحال هكا. كل واحد كيلغي بلغه، كل واحد باغي يدير المقدمه ديالو، كل واحد باغي يبدا الفلوق، كلشي باغي يهضر دقه واحده، كلشي باغي يبدا دقه واحده. هادي الحياة فهمتوا؟ يعني أي حاجة كيبان لكم راه كيبان لكم هداكشي اللي باغين هما يوريوكم، لكن الكواليس هما هادو. صافي أنا قبلي جي لي هو الأول عند الكومبينيزون. جي لي هو الأول عند الكومبينيزون. عرفتي الزرق حنا كاع ما نجيو عاطينا الزرق. المهم دابا خدينا الحوايج وغادي نلبسو. هل يمكنك ان تكون هناك من 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 يمكنك ان
يلا صافي ديما شويه انايا ولا شويه يلا ولا بلاصتك فين كانت مسابقة اخرى يلا واحد زوج ثلاثة زعما هي غتسمع تما نختارين الزرق الفريق الاخر اختار الليموني دابا غادي يشرح لينا كيفاش نلعبوا اللي داير الكاسك يقدر يحيدو نفسو جاكم نفسو بارفي اول حاجه مرحبا بكم مرحبا ثاني حاجه كاينين ثلاثه القواعد اللي خاصكم 100% تطبقوهم القاعده الاولى اللي هي الكاسك ممنوع عليكم تحيدوه وانتم لداخل ديال الطيران القاعده الثانيه اللي هي مسافه الامان ممنوع عليكم تيريو ولا بعدياتكم اقل من 5 متر القاعدة الثالثة تتعلق بلا سيكوريتي ديال الماركور الماركور هو اللونسور ولا البيستول اللي بغيتو تلعبو فيه جوج ديال لي سيستيم سيكوريتي لوبجيكتيف هو تخرجوا ليكيب ادفيرس ديالكم احتمال الاول ضربوا بلا بال والطرطق تعطي اللون فين ما جات فيتي تحسب اليمينيتي زيدوا الفوق وتخرج الا شفتوا شي واحد زيدوا الفوق يعني راه ما بقاش لعب سي با لابيل تيغي تسيو خليه يخرج على راسو المهم دابا شرح لينا كيفاش غادي نلعبوا ودابا غادي نجربوا طفرتوا المهم حنا لازم نضربوا على السي ديمون الجروب ديالي حنان بسم الله الرحمن الرحيم الله ينصرنا القوم كبير ان شاء الله غنفوزوا بهذه المباراه هذه ايوب سيلاب ايوب سيلاب التليفون هذا الفريق الخصم الفريق الخصم شنو كتقولوا دبرتوا على كريمو انا غادي نغلبوا حتى حنا بحال الجيل طارق الى كابول دراري شعور دراري الشعر ديالنا ما عرفينوش بارك الله عليكم خاسرين هذا واش غيضربنا كاع ما يقصحنا قلب 5 متر كيقصح قلب 5 متر وقصح راه قلت لك شنو كاين ماشي كليت شي نشرح لك اخويا خاصك واش تضرب قلب 5 متر 5 متر ولا فوق اوكي نقصف نقصف الخضر طيب جينا لهاد البلاصه هنايا ها هي دايره بحال هكا باش غادي يعمر لينا داك القرطاس وما شو سميتو سلام البنات اليوم غادي ديال مصطفى اليوم غتوفاو صحتنا والله يرحمها هاي حنان ما كتشيريش بالقرطاس هاك تضحك هاي باغي يعمر لينا دوك اللعوب كي يعمرو هنا الى ما خرجتي بغا تاكل اليوم المهم دابا 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 غادي نتفقوا على الاستراتيجيه اللي غنديروا ناصر الله ما تخافوش ولي باليكم خرجوا فيه مطي الا بغينا نربحوا هي كل واحد غادي يركز على واحد ما نتخلطوش نبقاو نضربوا فيهم كاملين هي اللي ركز على واحد هذا فاش نبداو الحرب هذا اسمع 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 ما غاتعرفوش تشوف المهم انا هز السلاح ديالي اللي هو هذا اللي مازال ما عرفتش كيفاش غنضرب به وصافي دابا غادي نمشيو للبلاصه اللي هي هذه والله الا لا كاسا ديال البابير واحد قرب يلا على بركه الله على جون على شوف يلا لا جون دابا دابا هنا كنتيستيو وكيشوف هذاك الشيء اللي تحتاه كيقول لي يضرب هنا باش تزرب بس خداشيني هذه هي البلاصه اللي غنصوروا دابا هنايا ولكن انا ما عرفتش مازال لحد الان ما عرفتش وين غنطيحهم القائد ديالكم انا القائده قال لك ضربت يلا عمرتها دابا المشكله هو انني انا ما عرفتش فين غنحطكم زكريا غيصور ولكن زكريا ما غيصورش غيصور اللي غيصور فيديوهات سينيماتيك راه غتشدي منهم انت غنشوفوا هنا نشوفوا هنا
مهم الخوت انا غنحطكم هنا وما عرفتش واش كتشوفوني ولا ما كتشوفوناش. غنحطكم هنايا وصافي. هذا ايوب دابا حنا بالكاسكاز ما غتعرفوش فيننا حنايا. غادي ندخلوا هنا لهاد البلاصه كاين هنا في الظهر اللي هي هذه. حنا غادي ندخلوا هنا وهما غادي يكونوا هنايا. ضربتك هي ضربني مريم. خفت ويلي جرحني الكاسك في النيفي. شوفوا مهم انا ضربت كريم وبعد خرجته الحمد لله، ولكن ضربتني مريم. ملي جيت باش نضرب كريم ضربتني مريم. فين جاتك؟ هو مازال حنان ومازال ايوب ومازال مريم وفاتي. حنا اللي ربحنا. علي عمي ايوب تيوب ترى في كل شيء. ملي خرجنا حنا بقاو بوحدو تيرى في كل شيء. بركات يا سيدي الشيخ. الله عليك الله عليك. اي بلاصه الا هنا. الخطه ديالي ربحت في الاول، دابا خصنا نديرو الخطه الثانيه. ما نجحاتش ما والو. تقريبا مالك، كل واحد بقى داير على واحد. دابا حنا غنتبادلوا بالبلايص، وحنا اللي غادي نمشيو الجهه الاخرى وهما اللي غيمشيو هذه الجهه. دابا الدوزيام ميطا الاولى حنا اللي ربحنا فيها، الثانيه نشوفوا شكون غيربح فيها. اللي خرج واحد ايوب. بقينا حنا ثلاثة وهو واحد هو اللي باقي وسط منا. دابا أنا حاطة الكاميرا أنا وما عارفة شنو ندير. خليكم هنا. أنا قتلت جوج، خرجت جوج الدراري. بامتياز هاد الثانية هو اسماعيل. دابا الشوط الثالث. بلاتي خويا ما تصبرش تنحط الكاميرا عافاك. المهم دابا راهو منهي، حنا عاوتاني غنتبادلو، حنا غنمشيو لهيه. اصلا دابا كلشي قرب يسالي لي القرطاس، يعني ما غنبقاوش نتيريو بزاف. سخفت والله حتى سخفت، الكاسك كيعي بزاف كيسخف. قيت انا حنان عافاك معايا ايوب عمي ومصطفى. دابا هي غادي نحاول انا غادي نحاول انني غادي نفلوغي وغادي نتيري في نفس الوقت. يلا عيشوا معايا اللحظه. ما عرفتش كيفاش غندير لها. ما اوكي خرج. واحد راه دخل. عندك يضرب. عندك ايوب خرج خرج يا مريم. هاي طنط لك شي واحد اجيبها لي في الراس. انا كاين هنا. المهم انا دابا غنطلع هنايا، نطلع الفوق حيت حاضر لي عم ايوب من هنايا. المهم انا دابا طالع. عرس له. المهم انا
كان قمت فيا بحال هكا وانت ريحت هذا قصير شفتوه بزاف باغي يشوفوني. سالت سالت لي القرطاس ثلاثه هبط راسي لتحت ونحيد الكاسك تسالي لي القرطاس دابا خدمها. شوفوا حوايجي كيرجعوا شفتوا حالتي حاله رجعت. دراري انا خارجه دراري تسالي لي القرطاس انا خارجه حتى واحد ما يتيري تسالي لي القرطاس انتيري في بابك. ايوا شو 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 هي في الجلس كريمو صافي سالينا سالينا اللعب حنا اللي ربحنا بيانسو حيت كاينه انا صافي خرجنا لبسنا الحوايج ديالنا كريمو كيقاد في الكاميرا ديالو فاتحه ديال انا غير مشعري باين العربون كنا في بعض كيداز اللعب كيجاك اللعب واعر وجدوا لنا سخناكم واش واش خاسرين خاسرين بجوج لواحد وكتهضر لا تبارك الله والله الا نهار زوين داز مفرقع هادشي راه كاين الله يعطيك الصحه السلام عليك شو هادشي بين الكاملة فاتي حنان كيجاك النهار كيداز النهار كيداز خطير بزاف كاع 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 ايوب شي لقطات نسيان كيجاك النهار ايوب ها هو قرط صوني هاجر عرفتي ايوب ضربوه صافي هكا يكون سالي الفيديو ديالنا كنتمنى يكون عجبكم وتكونوا دوزتوا معنا وقيته زوينه كنا خفيفين القلب عليكم واخا انا حافظه المهم هذا الفيديو فارت فارت شنو هو بعدا فلوق المهم حاولت اني ناخذكم معايا فكا شي وقيته بحال هكاك ما تنساوش خليو لايكات ديالكم وكومنتات ديالكم زوينه كيفرحوني شوفوا حالتي كيفاش دايره ناري كيفاش كنبان نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله باي باي.